تنضم إلي مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو الشمسية. دانا مرحبا من جديد، لو تطلعين على جديد الشارع من جهة وجديد أيضا المشهد السياسي في إسرائيل. ما زالت التظاهرات على أوجها أمام الكنيسة الإسرائيلية بعد دعوة من المتظاهرين والمعارضين لقانون إصلاح لمشروع قانون إصلاح القانون هذا إلى مزيد من الحشد أمام الكنيسة الإسرائيلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية في وقف هذه التشريعات وهذه التعديلات وإصلاح القضاء والقانون كما أسمته الحكومة الإسرائيلية. في المقابل هنالك دعوات من اليمين المتطرف لأن يكون هنالك تظاهرات مواجهة لهذه التظاهرات والتي تؤيد فيها الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحكومي باستمرار إصلاح القضاء والقانون هذا. لذلك الشرطة الإسرائيلية كانت قد رفعت جاهزيتها في إسرائيل وطوقت المكان، وخاصة في نطاق الكنيسة الإسرائيلية وضعت العديد من الحواجز والمتاريس الحديدية هناك تخوفا وتحسبا لوصول أحد المتظاهرين إلى مقر الكنيسة، كما حدث مساء أمس في التظاهرات الاحتجاجية أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو في شارع غزة في القدس المحتلة. لذلك رفعت من جهوزيتها وتصعيداتها سواء بأعداد الشرطة الإسرائيلية المتواجدة والمنتشرة في شوارع القدس وتل أبيب وحيفا وبئر سبع والعديد من النقاط المركزية التي كان قد دعا إليها المتظاهرون للخروج إليها في تظاهرة احتجاجية مليونية. عدا عن ذلك هنالك تظاهرة على النقيض الآخر كما ذكرنا من اليمين المتطرف يطالب نتنياهو بالاستمرار والتمسك بقراره الرامي إلى إصلاح هذا القضاء. في هذه النقطة دانا تحديدا، من المعروف أن أنصار اليمين هم أكثر عددا أكثر تنظيما، لديهم تسليح وأسلحة، لديهم أرض، كيف يمكن لذلك أن يؤثر على الشارع وهدوء الشارع في إسرائيل ويقود إلى مصادمات عنيفة؟ لهذا تعالت الأصوات من داخل الائتلاف الحكومي إلى ضرورة إيجاد حل وتسوية لهذا النزاع والعمل أيضا على إيجاد فرص لوقف كل هذه التصدعات السياسية والإسرائيلية التي قد تطال الشارع الإسرائيلي والتي قد تجر إلى حرب أهلية نتيجة وجود قوتين متصارعتين وهما اليسار والمعارضة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي الأكثر تشددا وعنصرية في داخل هذا الائتلاف الحكومي. لذلك كان هنالك دعوات من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك لضرورة إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة وعدم جر إسرائيل إلى حافة الهاوية كما وصفها العديد من الوزراء من داخل هذا الائتلاف الحكومي. اليوم إذا لم يخرج نتنياهو في كلمة للإسرائيليين وذلك بعد تأجيل كلمته الهامة التي كان من المتوقع أن تعقد في تمام الساعة 10:30 من توقيت القدس وتم تأجيلها بسبب ضغوطات سياسية لربما وعلى رأسها ضغوطات إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي هدد في بداية هذا اليوم بأنه سيقوم بحل هذه الحكومة إذا ما التزم ويعني خضع نتنياهو لمطالب الشارع الإسرائيلي، عدا عن تهديدات ليفن الذي قال بأنه وزير العدل أنه قال أنه سيستقيل من هذه الوزارة إذا أيضا ما خضع نتنياهو لقرارات الشارع الإسرائيلي. وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد سربت وقالت أن لربما نتنياهو يذهب إلى وقف هذه التشريعات ووقف هذه التعديلات، ولكن في صيغة قانونية رسمية لم يكن هنالك إصدار أي بيان سواء من مكتب نتنياهو أو من الكنيسة الإسرائيلية، وما زالت حتى اللحظة الجلسات والمشاورات مستمرة بانتظار هذه الكلمة الهامة. قبل قليل وردنا خبر بأن سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية يقول أنه لربما يلجأ إلى وقف هذه التعديلات في هذا الوقت الراهن والحساس، وقال أن إتمار بن غفير هو العقبة الأساسية أمام الوصول إلى تهدئة وهدنة. اليوم أصبح أحزاب الليكود في الداخل يوجد بينها انقسامات وتشققات والكل يرمي اللوم على الآخر للخروج من هذه المعضلة ومن هذه الأزمة السياسية. إتمار بن غفير وهو الذي يهدد بفك وتفكيك هذه الحكومة الإسرائيلية وهذا الائتلاف الحكومي والذي على أساسه تشكلت هذه الحكومة من خلال تجمعات هذه الأحزاب الدينية واليمينية والأكثر تطرف في إسرائيل. لذلك حتى اللحظة لا يوجد هنالك أي بيان رسمي بأن نتنياهو سيلجأ إلى وقف هذه التعديلات الدستورية. وفي صبيحة هذا اليوم كان هنالك مصادقة من لجنة الدستور على تعديلات قانونية بتصويت 8 مقابل 7 أعضاء من داخل
هذا الائتلاف الحكومي. اللافت في هذه المشاورات السياسية أن هنالك 6 من أعضاء الليكود، حزب الليكود وهو الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو، هم مع وقف هذه التشريعات ومع الوصول إلى تهدئة وتسوية لوقف الاحتجاجات، وخاصة بعد إعلان الاحتجاجات الواسعة والتي اتسعت رقعتها سواء في مناطق هذه النقاط وهذه الاحتجاجات أو حتى في أيام التظاهرات التي كانت فقط مقتصرة في يوم السبت وهو يوم الإجازة لدى الإسرائيليين، وأصبحت أكثر انتشارا سواء في عدد الأيام وحتى في أماكن التواجد. هل هناك أي معلومات أو أي بيانات بشأن مصير يؤف جالنت، خاصة وأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إنه لم يصلها حتى الآن خطاب إقالة وزير الدفاع، وهناك ما يتداول على لسان يؤف جالنت بأنه مستعد للبقاء في منصبه إذا تراجع نتنياهو عن قرار إقالته، هل هناك أي معلومات عن هذا الأمر؟ في مساء أمس بعد هذه الإقالة كان هنالك أنباء تتحدث أن جالنت سيتوجه إلى المحكمة العليا ليقدم استئناف على قرار إقالته، ولكن جالنت ظهر في بيان مقتضف وفي تغريدة وقال أنه نفى هذا القرار وأنه لن يذهب إلى المحكمة الإسرائيلية. اليوم جالنت حضر إلى الكنيسة الإسرائيلية وحضر أيضا جلسة مشاورة للجنة الأمنية في الكنيسة الإسرائيلية، وقال أن إسرائيل تذهب إلى الهاوية نتيجة تعنت نتنياهو باستمرار إصلاح القضاء هناك. هنالك آراء من داخل الكنيسة الإسرائيلية تطالب بإعادة جالنت ووقف هذا القرار والذي يدخل حيز التنفيذ في طبيعة الحال حسب الدستور الإسرائيلي خلال 48 ساعة. اليوم المعضلة الأساسية تتمكن وتتشكل في أن نتنياهو حتى اللحظة لم يقدم بديل عن جالنت، هذه الحكومة الإسرائيلية دون وزير للدفاع الإسرائيلي. المفارقة في القانون الإسرائيلي والدستور الإسرائيلي أنه لا يسمح لنتنياهو بأن يتسلم الحقيبة الوزارية كوزير الدفاع لأنه يتهم بحكم جنائية كمحاكمة الفساد، ولكن يسمح له بأن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذه المفارقة في القانون والدستور الإسرائيلي. اليوم السؤال، هل سيلتزم وسيخضع نتنياهو لرأي الشارع ولمطالب الشارع الإسرائيلي وحتى لمطالب 6 من أحزابه ومن أعضاء من حزب الليكود، وخاصة أنه جالنت هو من حزب الليكود وهو المقرب لنتنياهو وهو ما قدم الكثير لهذه الحكومة الإسرائيلية، والتي كانت أوساط إسرائيلية تقول أنه لربما جالنت يكون خليفة لنتنياهو إذا ما استمرت محاكمة نتنياهو وإبعاده عن هذا الحكم. إلا أن هذا القرار جاء مفاجئ، وهنالك بعض الوزراء الذين أعربوا عن امتعاضهم من قرار نتنياهو، وخاصة أنه جاء بشكل مفاجئ ولم يتم مشاورة باقي الأعضاء الائتلاف الحكومي بمثل هذا قرار مصيري. دنا، ماذا بالشأن أيضا ما أعلنته نقابة العمال الهيستدروت بالإضراب العام ووقف العمل في مطار بن غوريون وميناء أشدود؟ هذا لربما هو ما أصعب ما تعيشه إسرائيل، وقد وصفه مسؤول إسرائيلي أمس بأن ما تعيشه إسرائيل هو من أصعب المراحل، وتماما كما عايشته إسرائيل في عام 67 أي إبان النكسة الفلسطينية. وهنالك تصريح آخر خاصة صادر عن رؤساء ووزراء في المعارضة الإسرائيلية تقول أن الأمن الإسرائيلي لم يكن ضعيف في هذه الدرجة إلا كما كان عليه في عام 73. أيضا شبه ما تمر به إسرائيل من هذه الأزمة السياسية بوضع سياسي صعب مرت به إسرائيل في حروب في عام 67 وفي عام 73. اتسعت رقعة الاحتجاجات وسملت شل للحركة الاقتصادية التجارية، وحتى العاملين في نظام الهايتك وهو القطاع الأهم في تل أبيب كانوا قد انضموا إلى هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات. الاتحاد العام للعمال الإسرائيليين الهيستدروت كان قد أعلن الاحتجاج والإضراب الشامل والواسع دون تحديد سقف زمني محدد، هذا يعني أن الاحتجاجات ما زالت مستمرة وعلى أوجها، وخاصة بإغلاق المصانع والتجمعات التجارية في داخل إسرائيل. عدا عن ذلك أيضا هنالك نقابة العمال في المستشفيات الإسرائيلية كانت قد أعلنت وقف الخدمات الصحية، وقف الطائرات الذاهبة والصاعدة من تل أبيب. قبل قليل صدر بيان يقول أنه لربما تذهب هذه التصعيدات بوقف الطائرات القادمة إلى تل
الأبيب، وأنها ستسمح فقط للطائرات بالنزول لمن الطائرات أو للطائرات المتواجدة في الجو حاليا. هذا التصعيد أخذ أيضا بالاتساع نتيجة الانضمام مختلف القطاعات له، قطاع التعليم على رأسها بعد إعلان رؤساء الجامعات بتوقيف التعليم، الكليات والجامعات والمعاهد في إسرائيل دون تحديد سقف زمني محدد، أيضا انضمام رؤساء المجالس المحلية إلى هذا الإضراب وهذا الاحتجاج وإعلانهم الإضراب عن الطعام والتظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة في القدس المحتلة. ولربما سيكون هنالك انضمام موسع لمختلف القطاعات، قطاع المواصلات وغيرها لم تعلن انضمامها لهذه الاحتجاجات، ولكن القطاعات الأكبر والأهم في إسرائيل قطاع الصناعة والتجارة والتعليم والصحة كانوا قد أعلنوا التزامهم بهذا الإضراب وبهذه الاحتجاجات حتى تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن مشروع إصلاح القانون كما أسمته الحكومة الإسرائيلية مؤخرا. طيب دنا، ماذا بشأن أيضا ما صرح به رئيس الكنيسة الإسرائيلي برفض مقترح المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة من قبل أغلبية الائتلاف الحاكم؟ هذا دعينا نقول أن حجب الثقة عن الكنيسة وهو كليشيه أو روتين عادي تقوم به المعارضة عندما تحاول حجب الثقة عن هذه الحكومة، وهذا بعد دعوات يائير لبيد وأيضا وزراء سابقين في الحكومات السابقة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طالب بإقالة نتنياهو وأن يتم اختيار وانتخاب رئيس للوزراء في هذه الحكومة غير نتنياهو، لأنه يجر المنطقة إلى حرب أهلية وإلى الهاوية على حد تعبيره. لذلك المعارضة كانت قد قدمت للكنيسة الإسرائيلية حجب الثقة وسحب الثقة من حكومة نتنياهو، إلا أن الائتلاف الحكومي في تصويته وفي أغلبية كانت قد منعت من تمرير هذا التصويت الذي دعت إليه المعارضة الإسرائيلية، والذي بعد قليل صدر بيان من الأحزاب المؤيدة لنتنياهو وعلى رأسها إيتمار بن غفير لم يلوح فيما بعد عقب التصريحات الأخيرة بأنه سيحل هذه الحكومة، لم يكن هنالك توضيح مباشر أنه سيلجأ إلى حل هذه الحكومة أو أن هنالك معضلات قد تهدد تشكيل هذه الحكومة الإسرائيلية، عدا عن الأحزاب كحزب شاس وحزب هاتورا التي قالت أنها ستكون مع نتنياهو، وهي الأحزاب الأكبر التي ساعدت هذا الائتلاف الحكومي على التشكيل بأنها ستكون مع نتنياهو في قراراته سواء أوقف هذه التعديلات أو استمر في هذه التعديلات. هو يعول على هذين الحزبين الكبيرين داخل هذا الائتلاف الحكومي. اليوم الحديث يعني يركز على قرار نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش وليفين وزير العدل أو القضاء الإسرائيلي إذا ما كانوا سيخضعوا لكل هذه الضغوطات سواء على الشارع أو داخل الائتلاف الحكومي، وذلك بعد أيضا هنالك انشقاقات سياسية وأيضا مطالبة من داخل أعضاء من حزب الليكود ذاته بالالتزام بقرارات الشارع الإسرائيلي والالتزام بما أقره الرئيس الإسرائيلي. وبما أن منصب الرئيس الإسرائيلي هو منصب تشريفي، كان هنالك بيان مقتضب ينوه إلى ضرورة لجم كل هذه الاعتداءات وأعمال العنف الذي وصفها في المقابل إيتمار بن غفير والأحزاب المتشددة في تمرير هذا المشروع وهذا القانون بأن هذه أعمال فوضى، وأن ما يقوم به المتظاهرون ما هو إلا أعمال شغب وفوضى تحاول من خلالها زعزعة الأمن الإسرائيلي. دنا، ما هامش المناورة، حجم المناورة أو المواءمة السياسية التي يمتلكها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمحاولة الضغط أو الوصول إلى أي توافقات مع الائتلاف الحاكم، خاصة أحزاب اليمين المتطرفة، ولأنه قال إنه سيعلق التعديلات القضائية أو التعديلات هذه التعديلات التشريعية، لم يقل أنه يلغيها من أساسه. صحيح، وفي بداية الأمر كل ما أراده جالنت هو ليس وقف
هذه التشريعات وهذه الإصلاحات. كان قد طلب بوقف هذه التشريعات إذا ما دققنا في تصريحاته السابقة، قال وقف هذه التشريعات وهذه الإصلاحات وإرجاءها إلى ما بعد الأعياد اليهودية خوفا من حالة الغليان الإسرائيلي. ولكن فاجأ نتنياهو الجميع وحتى جالنت المقرب منه بإقالته. كان من الممكن أن يبعد فترة عن هذا الائتلاف الحكومي أو أن يعطيه إجازة مفتوحة أو ما إلى ذلك من خلال هذه المقترحات المطروحة أمام نتنياهو، إلا أنه تجنح واتخذ قرار بإقالة جالنت وهو ما أشعل الوضع في إسرائيل. اليوم نتنياهو أمام أمرين أحلاهما مر، إما الالتزام بقرارات الشارع الإسرائيلي والالتزام بما يطالب الشارع الإسرائيلي بوقف هذه التشريعات، وبالتالي أمام هنالك تهديدات بحل هذا الائتلاف الحكومي وهذه الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات إتمار بن غفير وهذه الأحزاب الدينية والمتطرفة التي شكلت هذا الائتلاف الحكومي أصلا، وإما التعنت والتزمت بقراره وبقرار وزير الأمن القومي ووزير العدل الإسرائيلي والأحزاب الدينية الصهيونية بأن يكون هنالك تمرير لهذا المشروع وإتمامه وتحويله للقراءتين الثانية والثالثة، لتحويله من مشروع قانون إلى قانون إسرائيلي. لذلك نتنياهو اليوم أمام أمرين، إما الالتزام بقرارات الشارع الإسرائيلي وإما الالتزام بما يطالب هذا الائتلاف الحكومي على رأسها إتمار بن غفير وليفن والأحزاب الصهيونية المتطرفة. نحن اليوم والشارع الإسرائيلي في انتظار قرار وكلمة مهمة لنتنياهو، لربما يخرج علينا بعد قليل بعد تأجيل كلمته التي كانت متوقعة أن تتم في تمام الساعة 10:30، إلا أنه هذا يدل بتأجيل هذه الكلمة أن هنالك مشاورات محتدمة وأن هنالك صراعات داخل الائتلاف الحكومي، وخاصة بعد ما أعلن عنه الإعلام الإسرائيلي أن هنالك بعض المشاركين في هذه الجلسة والمناورات والمشاورات كانوا قد انسحبوا قبل انتهاء هذه الجلسات. هذا يعني أن هنالك اختلاف واضح في الآراء في تمرير الآراء، ولن يكن هنالك موقف رسمي وواضح اتجاه وقف هذا التعديلات الدستورية أو الاستمرار في تمريره. نعم، شكرا لك من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دنا أبو شمسية، وبالتأكيد ستكون لنا معك متابعة لاحقة في خدماتنا الإخبارية على مدار اليوم.